أهلا وسهلا بكم. الدول التي تمتلك أكبر أسطول للغواصات حول العالم لا يعتمد هذا التصنيف على نوع الغواصة وإمكانياتها، فهذه هي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث حجم أسطول الغواصات التي تمتلكها. أولا، كوريا الشمالية تمتلك 78 غواصة. جميع الغواصات الكورية الشمالية غواصات كهربائية تعمل بالديزل. رغم حمولتها الصغيرة، إلا أن خطورة هذه الغواصات ظهرت عام 2010 عندما قامت إحداها بإغراق السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشيونان. تملك هذه الغواصات قدرات جيدة على وضع الألغام البحرية وتوصيل الجنود إلى شواطئ العدو. ثانياً، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 72 غواصة. رغم أن الولايات المتحدة تملك ثاني أكبر أسطول للغواصات عددياً، إلا أنه الأسطول الأقوى في العالم. غالبية الغواصات الأمريكية هي غواصات نووية. يوجد 40 غواصة من نوع لوس أنجلوس، والتي تكلف الواحدة منها حوالي مليار دولار أمريكي، والتي يمكنها الغوص لمسافة 900 قدم، وتملك 4 أنابيب لإطلاق التوربيدات. ثالثا، الصين. تمتلك الصين 69 غواصة. خلال 30 عاما الماضية شهدت القوات المسلحة الصينية عمليات تطوير وتمديد واسعة. تملك الصين 50 غواصة من النوع الكهربائي الذي يعمل بالديزل، بالإضافة لبضع غواصات نووية وأخرى باليستية. تتميز الغواصات الباليستية الصينية بقدراتها على حمل صواريخ نووية لأي دولة على سطح الأرض تقوم بمهاجمتها. رابعاً، روسيا. تمتلك روسيا 63 غواصة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عانت جميع أسلحة الجيش من نقص التمويل وعمليات الصيانة. في السنوات الأخيرة بدأت روسيا إعادة تطوير قواتها المسلحة تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين. تملك روسيا 30 غواصة هجومية نووية، بالإضافة لحوالي 12 غواصة لإطلاق الصواريخ الباليستية، مع وجود 20 غواصة تقريباً من النوع كيلو الكهربائي التي تعمل بالديزل. خامساً، إيران. تمتلك إيران 31 غواصة. رغم أن إيران تصب أغلب ميزانية الجيش في سلاحي الطيران والمشاة، إلا أنها تملك أكبر خامس سلاح غواصات في العالم منذ سنوات ماضية، وبدأت إيران في تطوير قدراتها البحرية. جميع الغواصات الإيرانية ذات مدى صغير وتستخدم لمراقبة السواحل، لكن هناك 3 غواصات فقط ذات مدى واسع يصل إلى 7000 ميل، وهي غواصات روسية من نوع كيلو. سادسا، الهند. تمتلك الهند 17 غواصة. هذه الغواصات من النوع الكهربي الذي يعمل بالديزل، والمصنعة في ألمانيا وروسيا. لهذه الغواصات الفضل في سيطرة الهند على سواحلها المطلة على المحيط الهندي. تسعى الهند لامتلاك غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية وصواريخ باليستية من روسيا وعبر التصنيع الداخلي. سابعاً، اليابان. تمتلك اليابان 16 غواصة. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت اليابان تضع قواعد صارمة بخصوص قواتها المسلحة، بحيث تكون دفاعية وليست هجومية. بالتالي أصبح الجيش الياباني جيشاً صغيراً نسبياً، لكنه متطور جداً. بالنسبة للغواصات، فإن اليابان تملك غواصات هجومية متطورة
على غير المتوقع. هذه الغواصات هي غواصات كهربية تعمل بالديزل وتنقسم لنوعين، أبرزهما نوع سوريو المتطور الذي يصل مداه إلى 7000 ميلا، ثامنا إسرائيل. تمتلك إسرائيل 14 غواصة. كثيرا ما يعتقد البعض أن تركز القوات المسلحة الإسرائيلية يأتي في السلاح البري وسلاح الطيران مع عدم النظر إلى السلاح البحرية. كعادة الطبيعة الإسرائيلية، فإن المعلومات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي بمختلف أسلحته من الصعب الحصول عليها. أحد المواقع ذكر أن عدد الغواصات الإسرائيلية يبلغ 14 غواصة، فيما ذكرت مواقع أخرى أرقاما أقل. أبرز أنواع الغواصات التي تملكها إسرائيل هي الغواصات دولفين الألمانية، وهي غواصة كهربية تعمل بالديزل. هذه الغواصات قادرة على حمل رؤوس نووية، وتملك القدرة عن الاستغناء عن السباحة بالقرب من السطح. تاسعا تركيا. تمتلك تركيا 14 غواصة. جميع الغواصات التركية هي غواصات كهربية تعمل بالديزل من النوع 209 الألماني. تبلغ قيمة الغواصة الواحدة من هذا النوع 290 مليون دولار أمريكي. تملك هذه الغواصات قدرات مضادة للسفن. بدءا من العام القادم ستقوم تركيا بتجديد أسطولها عبر استبدال النوع 209 بالنوع 214 الأكثر تطورا. عاشرا كوريا الجنوبية. تمتلك كوريا الجنوبية 14 غواصة. هذه الغواصات من النوع الكهربائي الذي يعمل بالديزل، منها 12 غواصة ذات تصميم ألماني من النوع 209 و 214، بينما الاثنان الباقيتان تم تصنيعهم في كوريا الجنوبية. هناك خطط مستقبلية للجيش الكوري في محاولة تصنيع غواصات من النوع 214 داخل كوريا الجنوبية. الغواصات من نوع 214 هي صغيرة نسبيا وتملك 8 أنابيب لإطلاق التوربيدات، بالإضافة لقدراتها المضادة للسفن. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى تدعمونا لتقديم المزيد. شكرا لكم.